إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. آدي باب الشقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. آدي دخلة الشقة جماعة. شقة 160 متر. آدي الصالة، تشيل حتتين مستريحين. آدي الصالة كلها جماعة، ببلكونة، بسفرة، وادي النيش. ادي الشاشة، ادي الركنة، ادي البلكونة. شقة في ميامي، خطوة للبحر. ادي البلكونة، خطوة للبحر، وهتشوف البحر دلوقتي. الدور الاول، ادي الشارع، ادي البحر يا جماعة. وادي البحر، شارع وادي البحر، البحر اهو. الدور الاول وادي البحر اهو، البحر اهو، والفيو بتاع البحر اهو. ادي دخلنا البلكونة تاني، وادي الصالة اهي، الصالة كلها اهي. انا كده في البلكونة، الشقة كلها منورة. شقة 160 متر. ادي الريسبشن، بعد كده ادي الطرقة في يمين وشمال. نخلينا في اليمين الاول. ادي اول اوضة اهي، ودي الاطفال، بدولاب، وفيها بلكونة جيب. بلكونة جيب اهي، بلكونة على الشارع طبعا. ده تكييف، اوضة مساحتها كويسة جدا. الاوضة تقريبا 5×5 غير البلكونة الجيب كمان. وادي الاوضة من بره، ادي اول اوضة، وادي التانية اهي، وادي الطرقة، تنشيم في الطرقة اهي. وادي الاوضة التانية، معلش النور. ادي الاوضة التانية، دي غرفة نوم، دي غرفة اهي. اوضة الشارع، ده الشباك ده على الشارع. الاوضة دي تقريبا 5×5 برضو. دور اول الشقة زي ما قلنا 160 متر، يعني دي غرفة النوم كده اهي، او نوم اطفال ايا كان. شايلة سريرين على فكرة اهم، شايلة سريرين ومكتبين كمان، سريرين. ودي شباك اللي على الشارع، ودي مكتب، ودي مكتب اهو. طلعنا بظهرنا اهو، الاوضة كلها اهي. ودي الطرقة، انا راجع بظهري اهو. دي اوضة نوم، اول اوضة اهي قلنا. ودي الاوضة التانية اهي، زي ما احنا قلنا اهي، طرقة اهو. انا واقف كده في فتحة الطرقة. ادي الشقة اهي كده اهوت، انا عند الريسبشن كده اهو. دخلت باب الشقة، الريسبشن اهو كله. وادي الطرقة، ودي اوضة اهي، اوضة النوم اللي دخلناها اللي على الشارع. ودي اوضة بجيب على الشارع برضو. ادي الاوضة كلها كده، بصوا ما شاء الله 5×5. يبقى كده عندنا اوضتين اتفرجنا عليهم اهم، اللي في الطرقة. وادي الطرقة اهي كده اهوت، اهو ماشيين من الطرقة اهو. الاوضة اللي في الوش، اوضة على الشمال. ودي فتحة الريسبشن المفتوحة على الطرقة. وبعد كده نخش على المطبخ. ادي المطبخ، بسم الله ما شاء الله، المطبخ كبير، المطبخ كبير ما شاء الله. اهو المطبخ، البوتاجاز، التلاجة، دولاب تحت، دولاب صغير فوق اهو، وفي حتة فاضية كمان اهي. ادي المطبخ، وفي غاز. الشقة 3 عدادات باسم المالك. وادي شباك المطبخ والرخامة. وادي السخان اهو، المطبخ اهو كله من بره، المطبخ من بره كله اهو.
وبعد كده هنخش ادي الطرقة زي ما قلنا، ادي الطرقة تخش منها اوضة في الوش واوضة على الشمال والمطبخ على الشمال، وبعد كده اهو في الحمام اهو بمغسلة، يعني المغسلة دي لوحديها اهي، المغسلة دي لوحديها اهي، ده باب اهو، الباب اهو اهو يعتبر باب اهو مقفول كده اهو، وادي الحمام اهو، الحمام اهو الاول اهو، اول ما تخش الحمام ببانيو، الحمام 2.5 في 2.5 اهو، الحمام كله ببانيو، يعني الشقة تعتبر لوكس خالص يعني ما شاء الله، ربنا يبارك لأصحابها يعني. ادي الشقة اهي، وادي الأوضة دي تعتبر زي ايه، مغسلة صغيرة محطوط فيها غسالة كبيرة، وشباك برضو على منور، مغسلة بصفاية على فكرة، فيها صفاية تحت اهي كمان زي ما قلنا اهي، وادي الطرقة انا راجع بظهر اهو، الطرقة كلها اهي بتاعت الشقة. وبعد كده اهو خش على أوضة تانية اهي كبيرة، أوضة كبيرة اهي ببلكونة برضو، بلكونة جايبة اهي، الأوضة دي تقريبا من 5 في 6، يبقى كده دخلنا 3 أوض مقفولين، وشايلة سريرين وكومودينو، وفي حتة فاضية اهي جنب اللي عند المروحة والأباجورة، ودي بلكونة جايبة يا جماعة، والباب اهوت، وادي الدولاب. أوضة ما شاء الله كبيرة خالص يعني ما شاء الله، يمكن دي أكبر أوضة 6 في 5 يعني، أهي الأوضة من بره أهي أهي، يبقى ده كده طالع، أدي أوضة زي ما قلنا، والطرقة ماشي في الطرقة كده، وأدي الحمام أهو، والمغسلة الصغيرة، والمطبخ أهو، والطرقة أهي. ودي أوضة تانية زي ما قلنا أهي، أوضة كبيرة ببلكونة جيب، ودي أوضة تانية يا جماعة أهي في الوش اللي احنا صورناه أول حاجة أهي أهي، الأطفال أهي، أو أوضة نوم كبيرة تشيل برضو، سريرين ومكتبين، والشباك ده على الشارع، أنت عندك 3 أوض على الشارع، أوضتين على الشارع والريسبشن، الأوضة دي على الشارع والريسبشن بلكونته على الشارع بتشوف البحر، والشباك ده بيشوف البحر، والبلكونة التانية جيب، يعني عندك 3 منافذ على الشارع، أوضتين وريسبشن، أوضتين وريسبشن. أدي الطرقة أهي، وأدي دخلة إيه؟ الباب الشقة، والشقة 3 عدادات، الشقة فيها 3 عدادات، وادي الريسبشن اهوت، ادي الريسبشن اهو من بره باب الشقة، احنا بره باب الشقة اهو، الريسبشن اهو كله، الريسبشن اهو كله بيشوف البحر، البلكونة دي بتشوف البحر، والشباك اللي جنبها بيشوف البحر، ادي الريسبشن اهو، وادي الفتحة بتاعت الطرقة اللي بتدخل على الأوض، الأوض 3 أوض مقفولين، 3 أوض لوحديهم مقفولين، مقفولين، ادي أوضة في الوش، وادي التانية، وادي التالتة. وادي الحمام اهو، والمغسلة الصغيرة، وادي المطبخ اهو تمام، وادي عداد الغاز اهو برضه هصوره لكم اهو، ادي عداد الغاز تمام كده، يبقى كده كله تمام. فين الحمام؟ تعالى، في حمام تاني؟ حمامين هما دول، المغسلة دي حمام.